احنا تجار سلوكنا المسلوق سلوك جملة للفروع والفاكهة. احنا بنينا السوق ده بجهود ذاتية من سنة 2000 على حسابنا. أجرنا 3 سنين ويجدد بعقد 3 سنين ويجدد. وبعده تاني عقد من 2004 ل 2007 وعقد من 2007 ل 2010 واخر عقد من 2010 ل 2013. جينا العقد انتهى 1/5/2013 جينا بمجلس مدينه عاوز يغلي علينا الايجار من 49 جنيه. لا احنا ابتدينا نسدد بدل ما وقفوا العقود، وقفوا العقود في 2013 بدينا نسدد بفواتير على نفس المنهج بتاع الايجار الى ان وصلنا ل 2/2016. جينا في 2/2016 ندفع الايجار، قال لا ده الايجار جاي عليكم 1500 جنيه باثر رجعي من 10/2015. من غير ما يعلنوا حد، من غير ما يعلنوا ايه اي حد من فجأة. طب ازاي يا جماعه انتم محصلين ال 2/2016 وجيت تحصلوا من هنا 10/2015؟ قال لك هو كده احنا جينا من رئاسه الوزراء الكلام ده. طب رئاسه الوزراء عامل الكلام ده بناء على ايه؟ تعليمات مجلس المدينه. طب انتوا وعدتوا لنا، طب في لائحه تنظيميه احنا ماشيين عليها وفي لائحه تنظيميه على مستوى الجمهوريه المنظمه للاسواق، احنا عايزين نمشي بالقانون زي الدوله ما ماشي، عايزين نمشي مع الدوله. طبعا انت دلوقتي جاي بتفرض عليا قانون لوحدي وبتعمل لي قانون لوحدي بناء على ايه؟ هل في لائحه نظمت هذا العمل؟ ما فيش لائحه نظمت. طبعا في نفس المحافظه يا جماعه يدفعوا يعني احجزوا عليهم، بدوا يعملوا علينا محضر حجز ما اخترناش بيه ولا اعلنونا بالحجز لحد ما عدت المده القانونيه 15 يوم، وبعد كده جابوا لنا سي جداف الحبس وبقى اكتر من 50 معلم او 25 معلم محكوم عليهم احكام. وللعلم رحنا للسيد المحافظ، رحنا للسيد المحافظ بناء على السيد النائب الاستاذ سامح حبيب، خدنا قلت على يعني اكتر من نحل المشكله مع السيد المحافظ. السيد المحافظ مشكورا لما سمع بالكلام قال انا يا جماعه احل معاكم الايه الوضع. السيد المحافظ قلنا طب وقف لنا الاجراءات بتاع الحجز والتبديل لحد ما نشوف لنا حل، يبعت بتاشيره لمجلس المدينه، مجلس المدينه يرفض يقول القانون لا يسمح وماشي في اجراءاته زي ما هي. الى ان امن الدوله قال طب احنا كمعلمين يعني حكم علينا بالسجن، ما احنا وقعدوا في بيتنا احسن. فيبقى امن الدوله خد خبر قال لي هاتوا لي الجماعه دول روحوا. ايه يا باشا؟ قال له قلنا له الوضع واحد كذا كذا كذا، لما رحنا للسيد المحافظ قال احنا نشكل لجنه. قال نستنى لما الايه اللجنه بتاعت المحافظه تنتهي ونشوف واحد انتهى عليه، اذا انتهت على ايه على خير ماشي، ما انتهتش انا هتداخل. فطلب السيد مدير الامن، كان الكلام ده قبل حادث الكنيسه بتاع طنطا، يبقى جه مدير الامن اتغير، يبقى وصلنا لنقطه صفر تاني، يبقى بدانا من اول السطر من اول جديد. كل نفقات سوق الجمله بنيناها على حسابنا، من سلك الكهرباء لعمود الكهرباء للنظافه اللي في قلب السوق، كل ما تتخيل. فتتخيل لما يبقى سوق جمله بيلم عماله واسر وسواقين وشيالين ودول عالم تاني يعدي من الالافات الالافات، مفتوح بيوت ناس كتير، لان الناس دي لو السوق ده بيحصل زي ما بيحصل فيه ومفيش مساواه بين المحله الكبيره وطنطا اللي هي بتدفع 16 جنيه في سوق جمله درجه اولى، محوط بسور، محوط بامن، محوط بكل المرافق الموجوده، دورات مياه، نظافه شمس. احنا لازال لغايه النهارده بندفع نظافه للسوق الجمله، مع ان احنا الايجارات موقوفه هي ولازال بندفع ايجار اللي هو المحافظ. احنا تاشيره زي المحل لعمل لجنه للمعاينه والتعامل لسوق طنطا والمحله واللائحه التنفيذيه، لان الموظفين والمسؤولين الموجودين في المحافظه وبسيول مش عايزين يحلوا، الراجل عاوز يحلوا بيقول لهم اعملوا، ادالهم اهو تقرير اهوت، لان هم طلعوا قرار خاطئ، هم عشان عملوا قرار خاطئ خايفين يرجعوا فيه، مش عارفين يرجعوا فيه ازاي، ويتحاسبوا عليه بقى رجع عشان مش عارفين يرجعوا فيه، يأذونا احنا، احنا نكون احنا كبش الفداء يعني. في قرار من السيد المحافظ المسؤول عن الورقه يتعاملوا بالمثل زي المحله الكبيره وطنطا، ومع ذلك الموظفين مصدقين القرارات. السيد النائب سامي خد تاشيره بان يطلع بطلب لرئاسه الوزراء نزل الحاله الاجتماعيه بمركز السيول وضيق الحاجه المعيشيه، يبقى النظر لاعاده النظر في تقييم بدل مركز تاشيره للسيد المحافظ بسوني محولها على المسؤول السكرتير العام وفرع الشفاء اللجنه، والى الان لم تدفع حتى الان.